هكاك تيوليو في ديك الحاله. المهم في كل احوالها ما فيهم ثقه من الاخر. هذيك سرق زاد سمعاش قالت، قالت لي كاع سرق زاد تصدر كتاب الطبخ الجزائري والصوره مسروقه من المغرب. شوف هذا الطبخ الجزائري دايره في الكتاب صوره مسروقه من المغرب. سميتها سرق زاد. شوفون كل شيء تتسرقه هي. هاي صغيرة مهزوزة من في ماما رو. اوتي اوتي هاك هاك انا انا شوفوا معايا. هو ده كنت قلت عليكم الفيديو اللي فات. شوف ها المطبيع مطبيع 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 او بقى المطبوع بوحدو. قال لك حنا ما نديروش يجينا في المطبعين. كان قال السي عبد المجيد قال لك ما نديروش يجينا في المطبعين. ايوا مسكين المطبوع اش فينا نديرو ليه. عرفتكم كلشي على المنافسين المتنافسين على على الرئاسه مع السي دبون مع السي عبد المجيد صاحبنا صديقنا. نتمناو ليه العهده الثانيه نزيدو نضحكو مزيان. واخا ما نضمنلهش ولكن في كل الاحوال تيبقى ديما الكبرانات هما اللي تي واخا ما عرفتش شكون اللي يتنافس كبرانات هما اللي تيحطوا داك الشيء اللي بغاو. والكبرانات راضيين على السي عبد المجيد وحتى حنا معاهم راضيين جدا على السي عبد المجيد. ايوا صح دليلة. السلام عليكم. نقدم لكم المنافسين تاع السي عبد المجيد تبون. المهم كما كتعرفوا كيف ما قال غادي نضمن لكم واحد 5 سنين ديال الضحك. وانتوما قولوا لي اش بان لكم. نبداو بالمترشح الاول زيد. بون سيد بوج عاد بوجمع من مواليد 27 ماي 1954 في دوار ولاد قاسم. هذا تيجبال عبد المجيد. هذا تيجبال عبد المجيد هو مطول ذاك الموسطاش. زعما هذا يتلاقى مع ماكروني يتعانق معاه حتى هو وهذا محال. بلدية ويتعانق مع قيس مع قيس سعيد ويقبط ليه فيديو ويبقاو غاديين طوال محال. وين لا سيرت مشيت؟ بلدية المزدوجة ميرية ولاية جيجل. طبيب بيطري متقاعد. طبيب بيطري معلم هذا هو اللي خاصهم صراحة. خاصهم طبيب بيطري. ترشح لي ترشح للرئاسيات نتاع 7 سبتمبر 2024. شوف المترشح الثاني. نقولوا اللجنه المستقله للانتخابات عليها والحاجه اللي نقول لكم راهي امانه في ايديكم. يا ربي تسمح لي ما نويت نقول عليه شي حاجه ولكن ما يمكنش هذا يكون رئيس من الاخر. الجزائر والشعب هذا 43 مليون ولا 45 مليون راه يحملكم الامانه. وانا هذا تعيا ما تتلاه في المكياج وتقادتو ما تيتكاتش مثلا. يا ربي تسمح لنا ما نهضرو على حد ولكن ما كاينه بعنا. نقولو الصراحه الرئيس خصو يكون بلا يكون واحد شويه بلا هيبه بلا وزن ماشي مشكل. يكون شويه يكون شويه الوزن بعدا الهيبه بلاش ماشي مشكل. سي عبد المجيد مدوز 5 سنين بلا هيبه ايوا كاين واحد شويه الوزن تتحس به ثقيل تحس به بطريق ما شاء الله. ما كاينه بينا فين هذه انتوما الوجهه تاع الوطن الامه هذه اللي بغات في الداخل ولا في الخارج على اساس تلحقوا الامانه والرساله. اليوم كان منتخب انا راني جيت على اساس ديتني الروح الوطنيه جيت من الجنوب ديتني باش نشارك على اساس الاقوام الناهقه اللي راهي ورا البحور. يقول لك الجزائر ما فيهاش ديمقراطيه ولا لا. الحمد لله الجزائر والام الجزائر الحمد لله الام الجزائريه ولاده. هذا تحس به زي هضر معقول ولكن ما صالحش. المهم قائمه طويله خلوا لي في التعليق على من غنصوتو على من غتصوتو. صح الاخت دليله من غير هاد الجوج هادو اللي دوزاتنا الاخت دليله كاينين واحد ثلاثه النساء وحده منهم هي اللي تتحس بها ناضيه ناضيه ولكن ما مع ضحك. حنا بينا الضحك شويه الله يرحمنا ولي ما كاينه منهم. وكاينين وكاين شي واحدين اخرين كوم كاين كاين واحد المحامي مسكين شي جوج مرات هو تيحاول واحد المحامي ياك شي محامي ما يقدر محامي جوج مرات هو تيحاول الله ينجح هاد المره. واخا زيدو معاكم
gouvernement de la Rioja en Espagne envisage de poursuivre en juin. قبل ما نوصل هذا لونفيزاج تفكرت الفيديو اللي درت لكم قبيله تاع البحر، فيديو تيقلق تاع البحر، تاع البحر اش لقاو فيه. نسيت خصني نوريكم هاد اللعيبه، هاد السرزيله ربي يهرب يروح فين؟ يقع عندنا احنا؟ لا والله قلت لكم ان الحوت هرب، هرب ومشى لهم. فين مشى؟ مشى للمغرب، حاجه عاديه. ما يمكنش الزبول الزبل اللي مليح في الماء. هنا هذا المصري تيضحك على اللقطه نتاع هروب سمك السرزين، قال لك من موريتانيا نحو المغرب، قال لك بعد اتفاقيه الصيد مع الجزائر. فين يقع عندنا احنا؟ لا هرب من الجزائر وهرب من موريتانيا تيجي عندنا مرحبا. اه والله يروح عند المغرب. ولا سبع ديكا ولا سا ديكا ولا سا يا باشا، السمك عامل علينا مؤامره. ديكا ولا سا يا نجم، باينه باينه السمك عامل علينا مؤامره. السمك المخزن دفع له فلوس صديقي العزيز. اه دي اتفاقيه دور عليها، هتلاقي اتفاقيه صيد وتفعيل اتفاقيه صيد وحاجات من دي كانت ما بين الجزائر وما بين موريتانيا، يعني الجزائر بعد ما مضت مع موريتانيا كانت قلت كلمة نتاع اتفاقية، ما عرفت مالو كانت صرتها ما تفهمهاش مزيان. ثانية الأسماك بدأت تهج؟ أه الأسماك بدأت تهج، بركة من يومهم يا ابن عمي، لا بركة بركة يعني، سبحان الله يعني. شو السمك بيهرب، السمك بيهرب، السمك بيهرب. الخبر ده وقعدت أدور وراه وبصح الخبر. على فكرة الكلام ده بجد، يعني الكلام ده بجد والله، دي دراسة اتعملت يعني بترتفع. والدنيا بالنسبة للأسماك ما بتبقاش أفضل حاجة، فبيروحوا درجة حرارة منخفضة. فين؟ في السواحل المغربية. يا احنا دايرين النية وسايبينها على الله، يعني احنا دايرين النية وسايبينها على الله والحمد لله. حتى السمك يا ابن عمي بقى بيهرب منك، السمك بقى بيهرب. سبحان الله رحت عملت اتفاق مع موريتانيا كحلة، بس واضح ان الموضوع فعلا السكة فيه كحلان. لا السكة غريبة بصراحة. انا الجرة الجرة اسمها العودة، الجرة نتاع الكبرانات كحلة، الجرة الاروب اللي دار يديه معاهم مشى خلع. اي جرة اي جرة تجريتي معاهم مشيتي خلع. هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي كاين. شوفوا معايا لعلمكم ابراهيم رخيص سميتو بن بطوس باقي فاش كان مشى في يامات كورونا، فاش كان جاتو ديك الازمه الصحيه ومشى تداوى في الصبليون بالسياره الرئاسيه ديال السي عبد المجيد وديال شنق ريحه وهذا، من ديك الساعه باقي السبيطار باقي الكلينيك تيتسالهم الفلوس، مازال ما خلصوهمش. En Espagne, envisage de poursuivre en justice Brahim Ghali, chef de la milice Polisario, pour le recouvrement d'une dette de 45 658 euros liée à son hospitalisation de 44 jours en Espagne en 2021. Cette hospitalisation... هز حطه في الاخر ما فهمش كيفاش ما خلصوش الكبرانات، ما خلصوش السبيطار، ما خلصوش الكلينيك. ما يمكنش survenu en 2021 avait été condamné par le gouvernement marocain et a été à l'origine du remplacement de l'ancienne ministre des affaires étrangères Arancha González Leia. La facture de cette hospitalisation n'a toujours pas été réglée. Mais avant de commencer la facture المهم جات هاد الموسيقى زوينه من مورا الفيديو، ما عرفتش علاش. بحال تكلمنا على شنق ريحه، الله اعلم، حنا ما تنهضرو على حد. ايه هو لقيت واحد الفيديو تيهضرو على قال لك انه لو فيس دو شنق ريحه، والله اعلم. قال لك اسيدي عرق عرق عرس ابن شرق ريحه من فرنسي، والله اعلم. انا الناس صيفطوا لي يعني تندوز لكم الفيديوهات اللي ما فيهم مشكل. رايص وما هيش من ويا لا هادشي اللي قالو انا ما قلت شيء. ازيدكم زيدكم تتلاقي ربي وانت تقول للشباب الجزائري تقول لهم باللي لين ميت الجزائر هو المروك، ولا ما تقولهمش باللي لين ميت الجزائر هما لي جينيرو. واش دارنا المروك؟
واش درنا المروك؟ جابك التاغ لانك وليت في المغرب، وجاب بوتفليقه لانه ترعرع في المغرب، وجاب بنبله لانه كبر في المغرب، وجاب علي كافي لانه كان في المغرب، وجاب بوذياف لانه عاش في المغرب 30 سنه. كبروكم وشبعوكم ولحموكم وشحموكم وجيتوا دمرتوا جد البلاد. ما عندكمش من باش الشرف باش تستحيوا أموا بر لحسن الضيافة برك. ما تعرفوش هما هاد الهضرات. ايه كالوا وشربوا هذا وتقول شي واحد فيهم يتفكر الخير ديال المغرب عليه وعلى كل شيء. هما دابا تيعمروا للشعب كامل وعقلوا تيجي تا هو تيسب ويهضر في الناس اللي كانوا ديما في جنبهم واللي ديما كانوا واقفين معاهم. وتربيات الملوك والشرفاء، ولكن لا اله الا الله. ها اسمع معايا واحد سيز لحيتو قد هكا شو كي تيهضر وشو اش بغا من المغرب. يا كان المغرب عنده الحق باش يبني سدود ويديرنا هاد المشاكل كلها. المياه عندنا حق فيها، حب ولا كره المخزن عندنا حق في المياه. قال لك سيدي عنده حق في المياه واخا بلاتي. دابا نجاوبو على عنده حق في المياه، ولكن قبل منها شي واحد يهضر على المغرب ولا تيقول لك بلاش خليو هذا الفيديو حتى بعد بنخبيه لكم في فيديو اخر. ما بيستوش دابا بنسالي لكم مع هذا الفيديو باش نجاوب مول الحق. قال لك بغى الحق. Ha 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 ha!